حياكم الله. من بعد هذا التقرير ومن خلال المقدمة اللي أنا قريتها قلت هندسة شهر رمضان الكريم، بما معناه كأني قاعد أقول حق المشاهد هندس رمضانك. كيف من ممكن أن تفسرها للمشاهدين؟ بداية بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على نبي الله وعلى آله وصحبه من بعد. جزاكم الله خير على هالاستضافة، وعجبتني مقدمتك أخوي محسن على أن البعض يعني يتضايق، وأيضا أن شهر رمضان أثمن من كنوز الدنيا. هذه المقدمة الجميلة جدا. أنا أتذكر حديث ابن عباس لما وصف النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان أجود الناس، وكان أجود ما يكون في رمضان. زين، هو لما نقول أخي محسن أجود الناس، لا، لما في يوم الجمعة يكون أجود شيء. زين، شراح يزيد معناها، يعرف أن يوم الجمعة على سبيل المثال أروع الأيام، أكثرها بركة، فيزيد. فالآن دخل علينا أبرك الشهور، أكثرها بركة وخير وسعادة. فالسؤال الآن، كيف تستفيد وتغتنم أوقات هذا الشهر الكريم، وخصوصا مع حالة نفسية أنت عندك، وهي قضية ماذا؟ تقولي ترى فيه تعب وإرهاق. لا، والكويت بعد درجة حرارتها ولله الحمد صحيح. طيبة. السؤال، كيف أنا أوزع؟ أنا أقول نبتدي من الحين، من هذه الأيام هي شهر شعبان. النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في شهر شعبان كان أكثر الشهور صياما، لا يصوم كله مثل شهر رمضان، لكن يصوم أكثر. لماذا؟ حتى أول شيء أعود نفسي. جو المدينة لما كان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم مثل جو الكويت، الجو الجزيرة، الحرارة وسخونة الجو. فأنا من هذه الأيام لما أنا أصوم أعود نفسي على ماذا؟ أول شيء أشيل عني التعب. الأمر الثاني، لما أشيل عني التعب، مع ذلك أنا أعرف أن شهر رمضان شهر شنو فيه؟ بماذا يتميز؟ يتميز بأمور معينة. الله سبحانه وتعالى لما ذكر شهر رمضان قال شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن. خصوصية كلام الله سبحانه وتعالى وبركته جعلها متى؟ في هذه الأوقات المباركة. أنا ما راح أقدر أقرأ القرآن وأختم ختمة ختمتين ثلاثة أو أتمتع بالقراءة إذا أنا ما عودت نفسي قبلها. من الحين أنا أعود نفسي أيضا على ماذا؟ على قيام الليل. أدري راح نسمع في شهر رمضان ترى طولت علينا شيخ، كثرت علينا، خفف شوي علينا. ليش؟ لأن ما تمتعنا. تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة، وهي قضية ماذا؟ أوقات التعب يسرع الله عليه. أيضا قضية إن إحنا لما تقول لي الجود والنفقة والصدقة والبذل والزكاة، إذا من الحين أنا ما أعود نفسي عليها أطلع هذه الأمور هذه، ولا في شهر رمضان شنو راح يصير علي؟ متعب. أيهما أكثر في شهر؟ ممكن يكون في ربكة وايد وايد صدقت. وأيضا ما بين عندنا ما بين الفرائض واللي موجودة في الصوم، وما بين الصلاة هذه فرائض، ما بين الزكاة الصدقة رحم الله والدي، أشياء أخرى، فيصير في نوع من الربكة. أنا بس ودي أقول شغلة اللي هي موضوع عود نفسك على الصيام. نعم. اقتداء بالرسول عليه الصلاة والسلام. لكن ماذا لو يعني مثلا مو شرط أنه يصوم، يعني يعود نفسه أنه والله من الصباح الباكر إلى الظهر مثلا ما يتناول شيء، إلى العصر مثلا هو مو يعني شبه صائم. نعم. حيث أنه يعود المعدة أن في هذه الفترة هذه كملت ربقالك 3 ساعات. أي كملها على خير، وخاصة الحين أخي المحسن الله يسلمك، إنه الحين أرجع البيت. زين، فترة الظهر الحين فترة طويلة جدا. لا، فترة العصر فيها قريب 3 ساعات ونص. أنا أسمي خذ لك قصد من الراحة 1 ساعة ونص، راح تقعد شنو بعدين؟ ما تحس بأي شيء. فإذا من الآن أنت شلت عنك تعب الجسد من قلة الطعام وحرمانه من الطعام لفترة معينة في رمضان، إيش راح يصير عليك؟ أيسر. شوف نفسك الله يسلمك، وحتى أنا شوف نفسي لما يجينا 10 الأواخر من رمضان تحس بالتعب، تفكر بالصيام ولا تقول ما 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 حسينا بشيء، لأن تعلمت مثل ما قلت معيدة على هذا رمضان أنه والله ما سبحان الله رحم الله والديك. فأنا أقول من هذه الأيام، لأن في مقدورنا الحين لو فرضا حسيت بتعب تقدر تفطر بعدين، لأن الصيام تطوع نافلة. لكن في رمضان ركن من أركان الإسلام، ما أي واحد يقول أنا تعبان ولا أنا مرهق ولا شيء، نقول لا، هذا ركن لابد أن تأديه، ما تفطر إلا بالمرض. نعم. حتى طبيا أعتقد، ويمكن نعم. توافقني هذا الأمر، حتى طبيا في ناحية أعضاء الجسم لما تعودها من الآن في أيام يوم وترك ولا يومين، لما تعود أعضاء جسمك صدقت على هذا الأمر في رمضان ما راح يصير في هذا التلبك المعود، أو راح يصير في الكلى أو الكبد أو اللي معاهم ضغط وسكر. عد الكلام من الطرائف الله يسلمك. الحين إحنا قاعد نسوي عمليات التكميم. التكميم ترى موجود من زمن النبي صلى الله عليه وسلم، لما كان من كثرة الصيام وقلة الطعام، حتى كان في غزوة الخندق ربطوا على معدتهم ماذا؟ الحجارة. فلما تربط على معدتك الحجارة كأنه ماذا؟ تقلصت وقلت. هذا اللي كان يسمونه التكميم، إن صح التعبير، تكميم كأنه شرعي. فالآن بعض الناس يعاني مثل ما تفضلت من أمراض في المعدة، نقول له فرصتك الآن
بالصيام انك تغتنم هذه الاوقات تصوم لله سبحانه وتعالى فالامر ييسر. وايضا الشيء بالشيء يذكر ان كثير الان اقول كثير من النساء عليهم دين من رمضان الماضي بسبب من الاسباب الشرعيه. فانا اقول فرصتك يا اختي صيام قضاء دين وفيها تعليم وفيها اجر وفيها استعداد لرمضان. فشلون انا هندس؟ انا اقول من الان جهز نفسك كان عندك الحين فتره جايه حق الاختبارات اللي هو رمضان. شلون انا ادرب نفسي؟ انا ادرب نفسي اني اعطي وقت لقراءه القران ووقت لقيام الليل، صلاه الوتر، صلاه الشف، ايضا اني اعرف شلون اتصدق، اعرف شلون امكث بالمسجد. كل هذا انا اسميه تعليم وتعويد وهندسه. والله تهندس رمضان وسمها تسميه ثانيه نظم وقتك. ما هذا اللي بنتقل له انا اللي هو عمليه تنظيم الوقت ايضا. يعني عندنا مثلا في رمضان الافطار والسحور ماكو بالدقيقة بالتايم. هذا الأمر أنا كنت بالدنمارك الله يسلمك بين أذان العشاء إلى أذان الفجر ترى 3 ساعات بس. يعني يا دوبنا نطلع من صلاة التراويح عندهم باقينا كم؟ باقينا بمعدل 2 ساعة إلا ربع على أذان الفجر. والله منظمين وقتهم. كنا نفطر أذان المغرب يعني الصيام 19 ساعة كان رحم الله والديك. يعني كنا نفطر أذان المغرب 10:30 تقريبا، على ما نصلي العشاء صارت 1:30، على ما يأذن 3:15. والله ما حسيت بشيء. صمت تقريبا 10 أيام من 2 سنين في الدنمارك. يقولون لي عندنا نهار طويل، وأقول إحنا عندنا نهار حار، ما في فرق بيننا وبينكم. لكن القضية أنت شو تنظم وقتك وشنو إحساسك الداخلي. هل أنت كل ما طال عليك الوقت شعرت أن هذا الأمر لله سبحانه وتعالى وفيها طاعة لله سبحانه وتعالى؟ واغتنم فرصة خير وسعادة وبركة وقرب مع الله سبحانه وتعالى. بناخذ جانب اخر ايضا اللي هو موضوع الاسراف. لو تحدثنا عن الاسراف في ما يزعلون الناس، خذ راحتك. باعتقادك الشخصي شنو مضيعه الوقت في شهر رمضان والاسراف ايضا؟ انا اسمي اللي ما يعرف ينظم في حياته هذا المسرف. يعني هي الفرق بين الاسراف والتبذير. الاسراف زياده على الحاجه في غير امر لها. يعني انا عند بدل ما اسوي لي عزيمه حق شخص اسويها كان حق 10 أشخاص حق شخص واحد، اسرفت تزوجت. التبذير اضيع المال بالحرام. فاسمح لي اقول هالكلمه يمكن ما توافقني فيها. الكثير اقول من الناس في رمضان لربما مثل ما تفضلت يحس بفوضى عنده في ترتيب الاولويات. فيحس انه عنده يزود هذا ينقص هذا، فيدخل في قضيه ماذا الاسراف. اول قضيه الاسراف عندنا قضيه اسراف في النوم. تعبان برجع من الدوام بنام، زين كم يكفيك؟ والله المعدل انا جربت على نفسي 1.5 ساعة بالكثير اقوم لله الحمد نشيط. شنو بعض الناس اللي ينام يرجع من الدوام ما يقومون الا مع اذان المغرب. يعني نايم ل5 ساعات وبالليل سهران. اذا في فوضى عنده. فوضى عندنا واسراف في الطعام. ما تحس انه يوم 28 من رمضان ام العيال ما ادتها شيء، وواحد من رمضان ما ادتها شيء ثاني؟ زين شو الفرق بين شعبان وبين رمضان؟ شو الفرق؟ مو هي المعده نفسها المعده؟ اذا انت تتكلم على الموظفين هذا يعني يمكن شيء نوعا ما تقبلناه في المجتمع ونسال الله سبحانه وتعالى لهم الاجر. لكن اللي ما عندهم مثلا او اجازه وتلقاه ما ينام الا بعد صلاه الفجر او الساعات الاولى من الصباح ونومه واحده لي قبل المغرب بنص ساعه، ضاع عليه الصيام هذا. يعني ما تلذذ بمتعة الصيام النهار. بعض الناس أنا أعرفهم أن يقول لا والله أنا حتى في رمضان صلة الرحم والزيارات وأدي الأمور الاجتماعية الجميلة جدا، لكن أنام مباشرة بعد صلاة الفجر. أنام قبل أذان الظهر أقوم على الأقل أقرأ من القرآن شيء. لو أتعب أنا أعرف بعض الناس حاطله بالمسجد زاوية أو بالمكتبة ينام عشان يقوم صلاة العصر. صلاة العصر للقراءة عندي. إذا عندي شنو؟ ما بأضيع حياتي أو وقتي أو الساعات أسرف فيها بالنوم. هذا التنظيم احنا نقول معرفة الأولويات. بعض الناس خاصة راح يشتكون ان رمضان وشهر حار، اقول لا تطلع. يعني خاصة احنا الحين راح تمر علينا علاقات اجتماعية عليك وعلي اللي هي بعد صلاة التراويح شنو بعدين؟ زيارات. من ترجع البيت الله يبارك فيك قريب الساعة 1:30 2 وتحس شنو بعدين؟ وراك دوام الساعة 8 تقول لي 9. زين شلون بعدين رمضان؟ وايد من الناس يشتكون شنو؟ عندنا فوضى في اوقاتنا. اقول التنظيم بيدكم والله. بعض الناس ما نحس فيها فوضى ولا شيء وننام ولله الحمد. اذا في الاوقات اذا رتبناها عرفنا الاولويات. وصلاه الرحم ترى 3 أيام 4 أيام تخلصها. والان عندنا ترى نظام دزلي رساله جميله جدا وكلمني وتنتهي الامور مع زحمه اللي يشتكون الشوارع عندنا. هذا الامر انا اسميه تنظيم الوقت. تنظيم الامر الثاني عندنا الطعام والشراب. ليش هالميزانيه يعني الكبيره جدا؟ النبي صلى الله عليه وسلم يقول بحسب ابن ادم لقيمات يقمن صلبه. بعدين هي الصيام صيام عن كل شيء، يعني ما حرمه الله سبحانه وتعالى وحث عليه الرسول عليه الصلاه والسلام بما فسرهما معنى الصيام. هذا واحد. اثنين
الإفطار بعد الإفطار ليش هذا الإسراف كله؟ يعني كأنه تعويض الساعات اللي أنا صمتها لي والغيري ليش؟ وتحتاج إلى تنظيم. يعني أنا نظمت على نفسي أتكلم أن من الأذان لما ينتهي الأذان أروح أصلي هذه الوجبة، أكلت شيء خفيف جدا، لما أرجع شنو النفس خلاص ما لها شهوة على أن الأكل ما بعد الصلاة، فيصير شنو أكلك خفيف جدا. فلما تقولي بتسحر أتسحر شيء خفيف، أنا أسميه المرء على ما عود نفسه عليها. فهذه القضية أنا أسميها هندسة الصيام عندنا. أنا أقول صح هي القضية حتى بين قوسين، كيف أنا أنظم وقتي طعامي حياتي عبادتي صلة الرحم العلاقات الاجتماعية في رمضان، لا تصير عندنا الفوضى اللي تضيع صيامنا. بنتقل إلى جانب أيضا من الجوانب المهمة وهي المغتربين، من ضمنهم حتى الطلبة، لكن بتكلم عن شغلة واحدة اللي إيه هي موضوع قبل رمضان بيوم الجمعيات لا يمكن أن أنت تلقى لك كاشير إلا قدامك 15-20 شخص، وكأن الجمعية هذه باكر بتسكر. يعني هذا أيضا من التنظيم، عملية تنظيم احتياجاتك في رمضان. ترى التاجر نوعا ما معذور، لأنه ما دام هناك طلب زين راح يعطيه عرض. أنا ما أتكلم عن التاجر، لا أنا قاعد أقول لك التاجر هذه فرصتها الذهبية. زين السؤال، أنا لما عرضت عليك فكرة أن أم العيال أنا وأنت وأي واحد بشعبان على آخر شهر 28-27 شعبان، شو الفرق بين هالوجبة عن وجبة واحد واثنين رمضان؟ مو إحنا نفسنا ما تغيرنا صحيح، لكن شنو العيون؟ سبحان الله علمونا بعد لما يقولون علماء الاقتصاد والتوفير هالأشياء، لا تروح وانت صايم تروح الجمعية زين، روح انت شبعان ادخل الجمعية واشتر، راح تشوف نفسك شنو بعدين ما تتلذذ، يعني خلاص ما لك خلق. اما تروح انت صايم شنو المشتهى عندك؟ كل شيء. هذا ذكر قول عمر لما قال لابنه او كلما اشتهيت شيئا اشتريته، يعني النفس عمرها ما تقنع، يعني ترى تبي الزياده. فانا اسمي على هذا الامر الله سبحانه وتعالى بين لنا وكلوا واشربوا ولا تسرفوا، زين، والذين اذا انفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما. انا ما امنع الاكل ولا الطعام ولا الشراب، لكن السؤال المهم جدا عندنا، هذا الاكل الله راح يحاسبنا عليه لما نلقيه في سلة المهملات في القاذورات، يعني نعمة الله سبحانه وتعالى والطعام محترم، هذا الأمر يسبب لنا ماذا بعد ذلك؟ والله ضياع مال، والنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن إضاعة المال. فأنا أتكلم الزوج وهو القائم وهو رب الأسرة وهو سيدها، شني وجههم العيال عليه لقيمات يقمن صلبه هو والأولاد. طيب كيف ممكن أن احنا ننصح أبنائنا المغتربين لأي سبب كان علاج أو دراسة أن يهندسون رمضانهم وينظمون الوقت؟ طبعا أنا أول شيء أنا أقول لهم، طبعا هي الفتوى راح تختلف بين اللي ذاهب لسفر عارض مثالا للسياحة للعلاج هذا عارض، غير اللي عنده إقامة دائمة وهي إقامة مثل شنو الدراسة أو أنه استوطن هناك، فهذا حكم الشرعي يختلف عن هذا. أول شيء القراءة، القراءة الشرعية، من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. فهذا الإنسان اللي رايح، وأمس واحدة متصلة علي تقول إحنا رايحين علاج في أمريكا ومطولين يعني شهر شهرين علاج، يعني مرض فيهم، يعني في زوجها نسأل الله أن يشافيه وعافيه. فأول شيء عليهم أن يقرون الأحكام الشرعية، الصيام شنو يكون عليهم؟ مستحب. أما هذاك المسافر اللي للدراسة ولمقيم إقامة دائمة حتى الفيزا شنو تشوفها تختلف بين هذا الإنسان هذا، فهذا يجوز له يفطر وهذا ما يجوز له يفطر، هذا يجوز له أن يقصر ويجمع الصلاة، هذا ما يجوز له إلا الجمع للحاجة. فهنا يسألون أول شيء على الأحكام الشرعية، طال الليل أو قصر النهار أو أي شيء، المهم ما دام في ليل ونهار معتبر وواضح فواجب على من وجب عليه الصيام أن يصوم. كان سمعنا فتوى، يعني اسمح لي علي طالة في الدنمارك، ان بعض قال لا نهاركم طويل فلازم تاخذون بالرخصة. اي رخصة؟ تفطرون على ام القرى على مكة. اذا متى نفطر؟ الساعة 6 للحين الشمس بالسماء تفطرون، فانتوا صمتوا على نفس صيام مكة وتفطرون. فتوى غريبة شاذة راح نسمع منها بعضها في يعني رمضان. فالواجب أنا أقول للمسافرين أن تقرأوا وتسألوا أهل العلم الموثوقين. نعم، مراكز الإفتاء موجودة، يعني موجودة في دولنا، دول مجلس التعاون، السعودية، الكويت، كل الدول اللي موجودة هذه مراكز الإفتاء موجودة والمشايخ موجودين، وبإمكانك أن أنت تعطي الأمر بالتفاصيل وهو يرد عليك بما قاله الله سبحانه وتعالى ورسوله. كل شكر مشاهدينا لضيفنا الدكتور راشد العليبي المدرس بكلية التربية الأساسية، شكرا لك. جزاكم الله خير، الله يبارك فيكم ويبلغكم شهر رمضان بالخير والسعادة يا رب. اللهم آمين. الله، حبيت الآن مع فقرة الأخبار الرياضية والزميل غريب الغريب، صبحك الله بالخير وتفضل.